السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة ام سندوس. واليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم ان شاء الله الحلويات اللي غادي نصوب العيد، وكنتمنى هذه الحلوة انها تنال الاعجاب تاعكم، ففعلا تستحق انكم تجربوها، حلوة بدون فرن. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فبقوا معايا. وهنايا كنحتاجو 500 غرام تاع الشوكولاتة البيضاء ولا السوداء، تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. عندي خلطت هنايا شويه من غالا وشويه من الشوكولاتة تاع ليدل، وهنايا غادي نديرها باش تذوب لينا الشوكولاتة، نرجع لكم من بعد. وهنايا عندي هاد البسكوي 200 غرام، تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو، ماشي ضروري هاد الشكل. وهنايا من بعد ما طحنت كاوكاو، خديت من كاوكاو 250 غرام تاع كاوكاو و 200 غرام تاع البسكويت، طحنتهم مزيان كما كتشوفوا. وهاد المول تاع السيليكون اللي غادي نستعمل، تقدروا كذلك تستعملوا اي نوع بغيتو، اي شكل بغيتو. هنايا من بعد ما ذابت ليا الشوكولاط، غادي نزيد معلقه، تقريبا معلقه تاع الزبده، تقدروا تذوبوها وتخلطوا بها البسكوي باش ما تحجرش لكم، ما تجمعش لكم الشوكولات. مهم هنايا غادي ندوز باش غادي نخوي هاد الشوكولات على البسكوي، وغادي نخلطهم مزيان. وبالنسبه للنكهه، اختاريت في النكهه تاع الكراميل، غادي نزيدها، وتقدروا ديروا اي نكهه بغيتوا ولا غير الفاني. وصافي هنايا غادي ندوز باش غادي نخلط المكونات مزيان، تيتجانسوا مع بعضياتهم. كما قلت لكم بالنسبه للكراميل، الى لقيتو من الاحسن، كيعطي البنه لهاد الحلوه. وهنايا صافي، من بعد ما خلطت المكونات، دابا كندوز كنديرو في هاد الليمون، كناخذ معلقه وكنديرو وصافي. وغادي من بعد ما غادي نعمرهم كاملين، غادي ندخلهم للثلاجة حتى يشدوا فراسهم، عاد غادي نديمو ليهم. مهم غادي بقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. وهنايا غادي نديرهم باش الثلاجه تيشدوا راسهم، ونرجع لكم من بعد. وهنايا صافي، هي الحلوه من بعد ما خرجتها من الثلاجه كما كتشوفوا، وها انتم الشكل تاعها، باقي ليا التزيين، فبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي من بعد ما غادي نزينها. نبدا بالنص، غادي نزينه على هذا الشكل، خطوطه تاع الشوكولاط، غادي نديرهم ليه من الفوق. وهنايا صافي، من بعد ما درت هاد الخطوط بالشوكولاط، كنحاول نزينها بهاد الحبيبات كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للشكل الاخر، غادي ناخذ العجينه تاع اللوز، غادي ندير بها وريضات في واحد المول تاع السيليكون، غادي نديرها من الفوق. المهم ها نتوما معايا، غادي تشوفوا من بعد الشكل النهائي. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any.
وهنايا غادي ناخد هاد الملون الغوز مذهب، غادي ناخد باش غادي كنديرو بالنسبة لهذا كندير معاه غير شوية تاع الزيت وصافي، كنخلطو في هاد الجبانية الصغيرة وغادي ندوز باش غادي نلون بيه هاد الوريضات. وهنايا صافي ها هو الشكل النهائي تاع الحلوة اللي شاركت معاكم، كي كتجي رائعة في المنظر وحتى في المذاق. ما تنسوش انكم تجربوها وتخليوا لي لي كومونتير ولي جيم. ودابا غادي نخليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.